عندي عندي هذه الصغيرة هب هي أمه. وين أمه؟ هذه أمه. تقل طقم شراب. جت 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 جت. وش جه؟ وش بي؟ لا 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 راضي طاحت. الله عليك. بسم الله ولا بسم الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله لا اله الا الله. اعوذ بالله. ماتت احمد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الفيديو اليوم مثل ما شفتوا معي راح نحكي عن العين والحسد والفرق ما بين العين والحسد. ومثل ما شفتوا معي بالفيديو كيف العنزة الصغيرة توفت من العين. لازم نذكر الله في كل شيء ونقول ما شاء الله تبارك الله. بطبيعتنا نحب نشارك الأشياء الحلوة مع حبايبنا الناس اللي تحبنا. لو جبنا شيء أو طلعنا مكان حلو نحب ننشر نصور نشر فيديوهات حتى تكمل فرحتنا. أو إذا صار بحياتنا شيء حلو نحب نفرح الناس ونفرح معهم لحتى تكتمل الفرحة. بس مو كل الناس عينها ما تصيب ومو كل الناس تحب لك الخير. في ناس الحسد بقلوبهم. لهيك اليوم راح نشوف بهذا الفيديو كيف نرقي حالنا من العين وشو الفرق ما بين العين والحسد. نفرح لبعض. الحسد ليش بنخبي نجاحاتنا؟ الحسد ليش بنحطم بعض؟ الحسد ليش ما بدنا واحد راسه عالي؟ الحسد ليش ما بدنا واحد ناجح؟ الحسد ليش بنحكي على بعض؟ الحسد المحاسد. أول خلق قال لك النبي عليه الصلاة والسلام اللي هو الحسد. وذلك ربنا في القرآن الكريم علمنا على لسان الرجل الصالح قال ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وقالت الحسد ما شاء الله لا قوة إلا بالله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. هاي تقي من الحسد. لكن أنا كخلق من الداخل لازم أنظف قلبي تجاه الناس. السبب الأرزاق بيد الله. لله در الحسد ما أعد له. بدأ بصاحبه فقتله. قتله من جوا. ومثل ما شفتوا بالفيديو شو بيعمل الحسد بصاحبه. الفرق ما بين العين والحسد إنه الحسد ممكن يصير في حضورك أو غيابك. أما العين ما بتصير وما بتصيب إلا في وجود المعيون وحضوره. حسنوا حالكم من العين. وأكثر وأكبر شيء حسد الأقارب مثل ما بيقولوا. اللهم أبعد عني كل حاسد وحاقد ودل وجهين وقرب مني من يريد للخير يا رب العالمين لي ولكم. 10 علامات للإصابة بالحسد والعين. رفض التواجد مع الأهل والأصدقاء بشكل غير طبيعي والشعور بالخنقة والضيق والرغبة الدائمة في البكاء بدون سبب. الشخص المحسود يبدأ في إهمال نفسه ومظهره. مثل ما بتشوفوا معي بالفيديو الأسباب كثيرة والعلامات كثيرة. بس راح أحط لكم فيديو مشان تتحصنوا من العين. وإن شاء الله ما تنسونا من دعوة حلوة. وبحبكم في الله وبتمنى نلتقي في فيديو جديد حبايبي. الله يحفظنا ويحفظكم. الشرعية لي فيها خبرة حوالي 35 سنة. ما وجدت أفضل من الإنسان يرقي نفسه. الفاتحة اللي يقرأ الإنسان في صلاة واجبة وفي النافلة أعظم رقية شرعية. وسمى الرسول صلى الله عليه وسلم الرقية والشافية وأم الكتاب والشفاء التام والشفاء الكامل. هذه كلها في الفاتحة. بل والإنسان المريض بأي مرض كان يركز على الفاتحة لشفى الله سبحانه وتعالى شفاء لا يغادر سقما. حتى أني في الآونة الأخيرة اكتشفت طريقة مثلا أن الإنسان يقرأ الفاتحة 100 مرة وكل 10 قراءات للفاتحة يقول اللهم رب الناس أذهب البأس واشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما بحق هذه الصورة العظيمة سريعة مباركة. ثم ينفتح على صدره بإذن الله سيلاحظ الفرق بالعافية يوميا حتى يكون أصح الناس وأسعدهم. هذا في كل مرض.
السحر العين الحسد مرضى الوسواس الفاتحة عشر مرات يعني يقرأه مئة مرة مئة مرة وكل عشر مرات يقول هذا الدعاء جميل وينفذ على صدره.